عليكم. اليوم ان شاء الله غندير معكم قريصات بدون بيض يمكننا نحتفظوا بهم مده طويله في المجمد. نحتاجوا لجوج ديال السلافات ديال فورس ما يعادل تقريبا 400 غرام. نحتاجوا الخميره ديال الحلوه. نحتاجوا معلقه ديال حليب غبره نيدو. نحتاجوا معلقه صغيره ديال الملح. نحتاجوا المعلقه ديال كبيره ديال النافع البلدي او النافع الاخر الا ما كانش عندكم نافع البلدي. نحتاجوا ثلاثه ديال المعالق ديال السنيده. هنايا عندي معلقه كبيره ديال الخميره طريه درتها كتفاعل مع معلقه ديال السنيده وشويه ديال الماء سخون. هنايا عندي خمسه المعالق ديال الزبده لينه. هنا عندي الماء دافئ للعجن. نبداو ان شاء الله نديرو دقيق. وغنديرو نيدو والملحة ونخليو النفع والاخرين. نديرو سنيدة ونديرو هنايا خميرة ديال الحلوة فهاد القريصات كيجيو خفاف ورطيط بيض كيجيو رائعين وما فيهمش البيض. يمكن لكم كاع ما تدهنوهمش كاع بالبيض الا ما بغيتوش. وغندير هنايا هاد الخميره اللي تفاعلت مع سنيده. صافي غادي نعجنهم بالماء دافي حتى يتعجنوا مزيان. هو العجين ديالنا كيكون نخليوه قاصح يعني ما نديروش رطيط. غندفو عليه دابا هاد النافع فاش يكون كيتعجن نبداو نضيفو ليه هاد الزبده شويه بشويه. بعد ما تعجن الخليط ديالنا كيف ما كتشوفوا كيجي رطيط بزاف ماشي بحال العجينه العاديه يعني يكون ما كيتلصقش لنا في اليدين ولكن رطيط. بهاد الزبده كترطبوا مزيان بحال الا درتو ليه مثلا ديك خمسه المعالق ديال الزبده حيت على حساب الدقيق النوعيه ديالو واش كيتشرب ولا لا. بحال الا بانت ليكم العجينه كتلصق بزاف دافوا لها غير واحد جوج المعالقات ديال الدقيق تتولي لكم مزيانه بحال هكا ما كتلصقش. ناخذ دابا بابي اليمونتير ونغطي بهاد العجينه. نغطيها واحد نصف ساعه نديرها في شي بلاصه تكون دافيه حيت دابا راه بان لي الجو شويه بارد هاد النهار. صافي ونخليوها نص ساعة تيضاعف الحجم ديالها ومن بعد ندوزو نقرصوها. بعد ما تضاعف الحجم ديال العجين ناخدو دابا ونبدا ندير منو كويرات. نبدا ندير منو كويرات صغار ولا على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما. صافي نبداو نحطوهم في لاطا اللي نكونو ديجا رشيناها بشويه ديال الدقيق. نبعدهم على بعضياتهم حتى كيخمروا. بعد ما درتهم كويرات صغار نبدا نبسطهم بحال هكا بشويه هكا. صافي غنخليوهم حتى يخمروا واحد ساعه. بعد ما دابا بصوت غنغطيو ونخليوهم يرتاحوا ساعه عاد ندهنهم بالبيض ونرش عليهم شويه ديال الزنجبيل ونخلوهم للفران. اما الكريستال ديالي كيف ما كتشوفوا فهما خمروا مزيان. هنايا خديت صفر ديال البيضه درت لي شويه ديال الحليب مع
شويه ديال قهوه سريعه الذوبان صافي، ونبدا ندهن بها هاد الكريسات ديالي. فالقهوه هي اللي كتعطي هذاك داك اللمعه اللي كتكون بحال قهويه بزاف. بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش البيض، يمكن لكم هنايا دابا ما ديروش البيض، ديروا غير شويه ديال الحليب مذوبه مع شويه ديال النسكافي ودهنوهم به. بالنسبه للناس اللي ما تيبغوش كيستحملوش البيض صافي. هنا ناخذ الزنجلان نديرو ليهم من الفوق بحال هكا صافي. دابا انا هنا غندخلهم للفران حتى يطيبوا. هاهما الكريسات ديالنا من بعد ما طابوا، فكيف ما كتشوفوا كيخرجوا محمرين حيت على قبل هذيك نسكافي اللي درنا مع صفر بيضة، فهما كيجيو رائعين ورطيبين ومفشفشين. وكيف ما كتشوفوا من الداخل كيفاش كيجيو، هما كيجيو رائعين ولذاد وهما خفاف ورطيبين بزاف. كنتمنى تجربوا هاد الكريسات، وإلا بغيت يوصلكم كاع الفيديو الجداد اللي تنزلت ابوناو معنا فلاشين وبصحة وراحة.